هاي غتنا أول مشاركة لنا نحن في هذه الدورة في ظل الظروف الحالية اللي تمر بها المنطقة، لكن نشعر أنه الفاو يعني جادة كما نلمسها في اليمن. نحن نأخذ فقط تجربتنا في اليمن وممكن نعكسها على كل المناطق، أنها تجرب أن أنشطة الفاو تقوم بعمل جاد وعمل مثابر وتقوم بعمل طيبة. والدورة هذه أنا أظن أنها من الدورات الناجحة، خاصة أنها تناولت جملة من القضايا يعني الهامة في يعني مختلفة عن الدورات السابقة، من ضمنها جملة من القرارات. ونحن في اليمن ما يعنينا اتخذ قرار إنشاء أو صندوق للأمن الغذائي في اليمن.